شاء الله باذن الله هذا الماتش هذا غادي نديو لا كوب وغادي تكون هي الثانيه عندنا ونحققوا الثلاثيه ديال البطوله والعصبه. احنا ديما وراكم وكل فانور ديما وراكم ولعاب 12 ديما كيكون حاضر معكم فيما مشيتوا. جينا من مدينه سيدي قاسم اول حاجه لمسانده فريق الوداد الفريق الثاني من بعد فريق اتحاد الرياضي القاسمي. جينا اليوم للمركب مولاي عبد الله بالرباط. صراحه لقينا الامور التنظيميه رائعه، داكشي في المستوى، وكيشرفنا ان المغرب نبقاو نطلبوا من هنا الامام ان ننظموا تظاهرات كبيره وان شاء الله الرحمن الرحيم لما لا كاس العالم اللي هو مطمح الجماهير المغربيه ويكون في بلادنا ان شاء الله. وكيف كتشوفوا ان الجماهير المغربيه عاش وفيه لكره القدم والفروق ديالها، وبالتوفيق لفريق الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي 2-0 ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوداد ان شاء الله وديما وداد. حنا جينا هنا من اجل الفوز. تحياتي. ديما وداد. جينا من مدينه بن سليمان، جينا هنا الرباط نشجعوا الوداد وان شاء الله تربح بواحد جل واحد ولا 3-0. الله يعاونهم ويكونوا بينهم، يكونوا رجال في التيران ويلعبوا كره مزيان ويماركيو ضد الفريق بركان، وان شاء الله تكون ناجحه.